في شوط من جانب واحد الاهلي يهزم نقصه بثلاثيه نظيفه للويس ميكسوني وحسين الشحات، في شوط تسيده النادي الاهلي لاعبا ونتيجه. فاصل ونرجع نشوف اراء محللينا الكبار بعد الفاصل، ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، شوط تسيده النادي الاهلي لاعبا ونتيجه. دي حقيقه طبعا الشوط سهل جدا بالنسبه للنادي الاهلي، والسهل الشوط او سهل اللعب، الهدفين مبكرين جدا ميكسوني وحسين الشحات. خلاص هو الفرقه دي هدف بيجي بدري خلاص الموضوع منتهي تماما، لكن كان واضح ان حتى فريق المخصه يعني فريق متواضع الامكانيات، يعني حتى الوقفه الدفاعيه اللي كلنا اتكلمنا عليها وقلنا ممكن يعمل يلعب خمسه ويلعب ثلاثه ويقول وقفه وكده، مش عارفين حتى يقف وقفه دفاعيه اللي هي اسهل حاجه في الكوره. لو انت فرقتك يعني امكانياتها محدوده على الاقل تعرف ترص، يعني اسمها كده ترص اللعيبه دفاعيه، لكن لا 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 الفريق متواضع امكانيات. النادي الاهلي ممكن يعمل النهارده سكور كبير جدا، ولعيبه النادي الاهلي باقل مجهود 2-0 او 3-0، واعتقد النتيجه هتزيد الشوط الثاني. كابتن اسامه، نتيجه منطقيه جدا، ويمكن زي ما قال الكابتن علاء كان ممكن كمان النتيجه تزيد الشوط الاول. انا قلت لك يا ايمن قبل الماتش ان فرقه المقاصه لما تشوف القوام بتاعها اقل تقريبا فرقه في الدوري العام المصري، ما عندهمش اي فرقه متغيره كتير جدا، لعيبه معظمها الدرجه الثانيه، وده واضح على ادائهم. وقبل كده طبعا النادي الاهلي جاب جونين بكل بساطه وبكل سهوله وتسيد اللقاء تماما، مفيش اي حتى مقاومه، يعني اللعيبه بتلعب باريحيه خالص، مفيش اي نوع من المقاومه، لا منظمين دفاعيا ولا هجوميا، وبسهوله جدا. انا ما اعرفش ليه لعيبه النادي الاهلي بعد الهدف الثاني كان في استعجال، انه في التمريره اللي قبل الاخيره كره عرضيه مثلا مستعجله، لو لعبنا بنفس الكره من رجل لرجل زي الهدف الثالث ببساطه جدا شريف حطها من ورا المدافعين كلهم لحسين الشحات جبنا الهدف الثالث، وزي ما علاء قال هو افشل اللي لعبها محمد مجدي. مجدي افشل لعبها، مجدي افشل، معلش مجدي افشل لعبها له مرتاح جدا في وسط المدافعين ببساطه جدا، ولو لعبنا بنفس الشكل ده كده من رجل لرجل وتمريرات بينيه زي ما علاء قال السكور ممكن جدا النهارده النادي الاهلي لو اللعيبه ركزت واحرزت اهدافه وما لعبش يعني ما خدتش الامور بسهوله ان الماتش خلاص خلص، سهل جدا نعدي الستة يعني ممكن جدا. كابتن عادل رؤيتك الفنيه سريعا لاحداث الشوط، كلمنا على الحماس والحماس لما دخل فيهم الجون الاولاني اتلخبطوا ما عرفوش، والبلان الثاني اللي قلنا ما بيعرفوش يعملوه. شايف انه فرقه زي ما الكابتن علاء قال كلمه مهمه، قال لك ابسط امور اللعب الدفاع، حتى وقفه دفاعيه مش عارفين يقفوها، لكن النادي الاهلي برضو اللعيبه اللي كانت موجوده عملت تايم كويس من ناحيه هجوميه، بغض النظر عن مين اللي بيلعبك، ما ممكن انت كمان تكون مش كويس في اليوم ده، ولكن النادي الاهلي الشوط الاولاني صيدوا الشوط، واكتر من لاعب كان متميز، وكمان الاهداف ما ضيعناش جوان كتير رغم ان احنا ضيعنا اربعه، لا اربع اهداف بعد الثلاثه، لكن لكن نسبه برضو مش بطاله، اتمنى النسبه تزيد الشوط الثاني ونكسب رقم كبير، واللعيبه تاخد ثقه، اللعيبه اللي ما بتلعبش اللي احنا كنا، انا كنت متخوف دايما متخوف من المباريات اللي بعد البطولات الكبيره خصوصا البدايات، هو البدايات لان عندنا تاريخ في البدايات دي صعبه جدا، ولكن الحمد لله ان احنا عدينا، ولكن لسه في شوط ثاني ممكن نعمل نتيجه احسن، ممكن اللعيبه اللي هي ما بتلعبش كتير تتصيد تعمل نتيجه حلوه، تعمل جهد كويس عشان المباريات اللي جايه تحتاجهم في 20 دقيقه، تحتاجهم في 30 دقيقه، تحتاجهم في تغيير، يبقوا موجودين علشان يتعادل الكفه البدنيه ما بين اللعيبه. يعني كابتن بلال، يمكن شفنا 3 اهداف للنادي الاهلي وشفنا اداء جيد النهارده من لويس ميكسوني واحرازه هدفين. الاهلي حول الشوط الاول لتقسيم يعني هو خد الطبع التقسيم شوي، يعني الاهلي خلاص هو من بدايه مسيطر، ضغط، سجل هدف، سجل الهدف الثاني، سجل الهدف الثالث، بعد تسجيل الهدف الثاني خاصه يعني ابتدى الاهلي يعني يرسم المباراه زي ما هو عايز. تمام، فرق الفنيه كبيره بين فرق كبيره جدا جدا جدا، فرقه المقصه بعيده قوي تمام، اعتقد ان هي فرقه هتنزل الدرجه الثانيه السنه الجايه بالاداء ده. تمام،
لكنه برضه بنتمنى لها التوفيق يعني. احنا بنتمنى لكل الفرق التوفيق. احنا بنقول توقعاتنا يا كابتن. أيوه. الامنيات دي حاجه ثانيه. أيوه. تمام. انما عشان ما تلبسنيش كلام انا ما قلتش حاجه. بقول لك التوقعات. لا ما هو انت خد بالك برضه. لكن ده مش معناه ان احنا نقلل امكانيات فرقه النادي الاهلي. لا. أيوه. انت تساعدت الماتش بشكل كويس. اللعيبه النهارده اللي نزلت، مكسوني النهارده سجل هدفين الحقيقه جمال جدا، واحد بيمينه والتاني بشماله، حاجه رائعه جدا جدا جدا. حسين الشحات برده سجل هدف النهارده، الجولين رائعين جدا. ما تبصليش يا كابتن انت، الجول حلوين قوي. تمام. حسين الشحات برده سجل هدف رائع النهارده. مجدي قفشه النهارده في مكانه. بص يا كابتن، حضرتك بتقول الفوارق كبيره جدا من الفرقتين. معانا الاحصائيه بتاع الشوط الاولاني. طبعا النتيجه 3-0، نادي الاهلي الاستحواذ 74% مقابل 26% للمس المقصة، تصويبات على المرمى 6 من 10، 0 من 3، الركنيات لا فرات بس هي في كره جت في العارضه للمس المقصة. كابتن بره كابتن فرات فرات كبيره قوي يا كابتن ايمن، يعني واضحه في الملعب. لما بنتكلم على الحقائق موجوده في الملعب، الاهلي متسيد اللقاء بالكامل. انا بقول لك المباراه تحولت لتقسيمه في الوقت الحالي، بتعمل فيها كل اللي انت عايزه. فانا بتمنى من مستر موسيماني يدي بقى فرص للعيبه كمان اللي ما شاركتش. تمام. ويبتدي يديهم، يعني مثلا في حسام حسن ما بيشاركش كتير، زياد طارق مثلا ممكن يلعب، محمد اشرف ممكن. المباراه تسمح ان انت تدخل عناصر ما بتلعبش وتبتدي تتفرج عليها، تشوفها كمان، تديها فرصه النهارده. لان انت خد بالك بتلعب مباريات كتيره جدا، بتلعب في افريقيا وتلعب في كاس مصر، بتلعب في كاس يعني في بتلعب في الدوري العام المصري. فانت النهارده عندك بطولات كتيره والمباريات متتاليه، فانت محتاج برضو كل اللعيبه تبقى جاهزه. أيوة. ففرصه بالنسبه لمستر موسيماني الماتش ده انه يدي اللعيبه اللي ما بتلعبش فرصه جيده بالنسبه له النهارده. أوه. عشان برضو يبتدي يدخل اللعيبه دي في الجيم واحده واحده، ويعرفوا من ان في فرص ممكن تتاخد في وقت من الاوقات. الاهلي جيد جدا جدا جدا، فرص ضايعه كتير قوي. دفاعيا احنا برضو حاكمين المباراه بشكل كويس. هم بعيد تماما جدا المقص، يمكن يعني الفرق كبيره جدا زي ما انت قلت يا كابتن ايمن، فرق ما بين النادي والمقص كبيره، ممكن المباراه تروح لستة وسبعة لو لعيبه الاهلي في يعني اصرار ورغبه، اصرار على للتسجيل. التسجيل مظبوط، وعدم استعجال. يعني في حاجات كنا بنشوف يعني فيها استعجالات، الباص بتلعب بسرعه قوي، بتلعب على الطرف، يعني ممكن واحده واحده نبتدي نباصي ونشتغل ونروح للجون بسهوله جدا، نقدر نسجل الرابع والخامس والسادس. صحيح. والفرقه تاخد ثقه اكبر من كده ان شاء الله. طيب كابتن علاء، فكر مستر موسيماني الشوط الثاني، هل زي ما قال الكابتن احمد بلال ممكن يريح البعض ويدفع بالبعض الاخر، ولا هيحافظ على التشكيل اللي لعب بيه من بدايه الشوط؟ لا هو اكيد يعني مش هيغير بين شوطين، لكن 10 دقائق ولا حاجه وبعدين يبدا يلعب مين من بره ممكن ينزل؟ يعني انا يدي حسام حسن فرصه، زياد فرصة ممكن، محمد محمود ياخد ولا يا ريت. بتمنى طبعا يعني بتمنى اكيد. لكن هي مفيش مشكلة، لكن مش هيبقى بين الشوطين، يعني 10 دقايق ويبدا الناس دي تاخد فرصة. طب هل ممكن يفكر مثلا في محمد اشرف برضو ناحية الليفت ياخد فرصة؟ لا ولا محمود وحيد بقاله فترة كتير بعيد او ايمن، وفرصة المباراة سهلة ياخد ثقة في نفسه. نفس الكلام عند كريم فؤاد برضو، نفس الكلام. المباريات دي حتى لو سهله لكن انت بتستفاد ان تاخد فرصه كويسه للعيبتك اللي هي بعيده شويه، لكن انا شايف ان المباراه سهله تسمح بكل حاجه، لكن في اطار تنظيمك انت كشكل فريق. صحيح. طيب كابتن اسامه، حلول تامر مصطفى بقى للحد من نتيجه كبيره الشوط الثاني؟ هو ما عندوش حلول، هو ما عندوش فلس. حلول لا حلول انه يحافظ على النتيجه على الاقل. ايمن ما فيش اي حاجه توحي ان الفرقه دي ممكن تعمل حاجه، يعني الناحيه الهجوميه سلبيه خالص، مفيش اي خطوره. لا يعني مش ناوي هو يخش المباراه، انا بقول لك ما هو دفاعي يقف دفاعيا. حتى هم دفاعيا مرتبكين ومش عارفين يقفوا، بيقفوا غلط. انا مش شايف انه في حل، هو يفضل بالشكل دوت، يفضل بالشكل دوت وهيتلقى اهداف تاني. ده الشكل العام للمباراه، يعني ما عندوش حلول. انا لو من مستر موسيماني، واحد زي حمدي فتحي مثلا. أي. لعب الماتشات دي كلها، يكفي قوي عليه الشوط دوت. ممكن مثلا يدخل كريم فؤاد جوه جنب اليو ديانج وينزل محمد هاني مثلا، يعني او ينزل حد في نص الملعب، محمد محمود مثلا ينزل نص الملعب. يعني الماتش زي ما على قال، يعني ممكن يعمل فيه اي حاجه. أي تغييرات واي وضع واي ظروف، ما فيش اي شيء ينبئ عن ان فرقه المقصه ممكن تقدر تعمل اي حاجه. لا. كابتن عادل، المباراه انتهت اكلينيكين. لا انا بقول انه ما فيش مباراه بتنتهي. انا من وجهه نظري انا عايز نتيجه خلاص خلصت. لا يعني بعد اداء النادي الاهلي الشوط الاول واداء النادي المقصه وفوز النادي الاهلي نتيجه 3-0. يعني يا كابتن ايمن، الدوري محتاج نقاط ومحتاج فكر يكمل النقاط بعد كده. مظبوط. احنا نشتغل على ما بعد المباراه. بمعنى ايه؟ الاستفاده بقى من
سهولة المباراة. انت خلاص خلصت بتقول ان الثلاثة بونت بقى في جيبك، لكن انت عندك توازن بقى زي ما قال الكابتن أسامة، يطلع حمدي فتحي يطلع بره يرتاح ما يلعبش الشوط الثاني عشان ما يتعورش، ديانج برضو ممكن يقعد شوية ليه لأ، تبدأ تدي لعيبة، ولكن لعيبة النادي الأهلي لازم يجيبوا جون أول ما ينزلوا الشوط الثاني عشان يقضوا على المباراة تماما ويبدأ بقى يشتغل. يعني انتهت الكلينيكال ولا كابتن عادل برضه؟ لا 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 ما انتهتش. ما انتهتش؟ لا انتهت الكلينيكال. مفيش حاجة اسمها كده. لا هو قصده الكلينيكال انتهت. هو قصده نسبة الأهداف قد تزيد الشوط الثاني. لا لحظة كابتن، لحظة بس أنا أقول لك حاجة، مفيش حاجة اسمها انتهت. ما الكلينيكال هي لسه، أنا بقى أنا قلت لك انتهت الكلينيكال. لا أنا مع بلال إن المباراة انتهت. أنا مش ما اتكلمش على المباراة كمباراة، أنا قلت لكم كلام يمكن أنتم ما فهمتوهوش بقى، أنا بقول إن المباراة الدوري بيبقى فيه نقاط وفيه أهداف عشان تجيب نقاط تانية. كويس. أنا خلصت النقاط في المباراة يبقى بعمل الأهداف التانية. كويس. يعني مباراة لها أهمية. طبعًا. وأدينا شفنا كرة القدم فيها الكتير. مظبوط. واللي بيحترم الكوره بتحترمه طبعا طول الوقت. طبعًا. فانا بحترمها، احب ان انا حتى لما اكسب وانا معاك في حتى كابتن ايمن لما اكسب ما افتريش، صح، اشتغل واكسب اكتر 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 اكتر، ولكن احساسي في الكوره ان لازم اتواضع لها لانها جلد طبعا، ما يعني كتير كتير بتعاند، واحنا شفنا كتير قوي. وشفنا احداث كتيره قوي، وفرق بتبقى ميته الشوط الاولاني والفرقه الثانيه تهبط وممكن يجيبوا فيك جون ويجيبوا فيك جون. وبعدين ليه انت تدخل نفسك في متاهات وتدخل في شد وحاجات كتير قوي انذارات. فكره القدم انا في رايي ما فيهاش انتهاء خالص. يعني طيب كابتن انتهت الكلينيكال، كابتن بلال السيناريو المتوقع للشوط الثاني. انا مصمم انا قلت انتهت الكلينيكال، بس انا بقول لك السيناريو المتوقع للشوط الثاني. استنى بعد كل النادي الاهلي عادل هو برضه قال لك انتهت الكلينيكال. ايوه هي كده فعلا، احنا ما قلناش انتهت تماما. الكوره علمتنا كتير. بص خلاص خلاص باقي دي على الهوا كابتن، باقي دي على الهوا. لحظه بس، انتوا ليكم مدرستكم في كره القدم ان هي بتنتهي. لا لا وانا ليا خاصه انا بحترمها. لا بص يا ايمن، في مباريات يا ايمن، كره القدم خدها في مباريات انا ماليش دعوه فعلا فعلا تقلق منها انك انت تحس ان الامور ممكن تتصعب عليك، بس الشكل العام الشوط الاولاني بالوضع فرقه المقاصه دي والنتيجه دي ما فيش اي حاجه توحي انهم يقدروا يرجعوا المباراه. عارف بقى مكسب النادي الاهلي في حياته كلها عكس اللي احنا بنقوله ده، النادي الاهلي ما بقاش نادي اهلي الا اللي انا بقوله ده، ان كل المباريات وكل الماتشات وكل حاجه للاخر لحد الدقيقه 90 ماشي. ما هو عادش بيقول نكسب 3 نكسب 5 نكسب 4 نكسب 6 ده كلام مظبوط. ان انت هتلعب بجد انك انت تزود اهداف ده نخصم من اللعيبه لو نزلوا الشوط الثاني وما ادوش كويس. لا احنا ما بنقولش اللعيبه ما تاديش كويس. مظبوط. انا كلامي انا وبلال ان المباراه انتهت للنادي الاهلي ان شاء الله، لكن ان اللعيبه تلعب بجديه، ان اللعيبه تجيب اهداف ثاني، ان نعمل اهداف الراجل يريح نفسه. حاجه تانية. صحيح. لا احنا بنتكلم على وجهه نظرنا. انت مش هتديني لا هقول لك طبعا بلال هنشوف اهداف ثانيه الشوط الثاني. هو ده السؤال. ما انت قلت كلينيكيه مش هتبقى خلاص بلال. خلاص يا بلال، هو ده السؤال يا كابتن عشان الوقت يا بلبل معلش. ايه ما قلتليش؟ انا بسالك سؤال اهو، هجيب جول الشوط الثاني ان شاء الله. انتهت كلينيكيه يا كابتن ان شاء الله في اهداف الشوط الثاني باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. ارجوكم انتظرونا.